بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. بيرستاو، كنت قلت لحضراتكم إن بيرستاو تغيب عن تدريبات النادي الأهلي اليوم الخميس، وقلنا إن يوم الجمعة تدريبات الجمعة هي اللي هتبين إمكانية مشاركته في مباراة بورنهيا من عدمها، وطبعا شارك في التدريبات، كان عنده بعض الآلام في العين، جمع التدريبات الخميس وشارك في التدريبات بشكل طبيعي يوم الجمعة، وتأكد جاهزيته لمباراة بورنهيا، وهو زي ما أعلنت في فيديو سابق جاهز وضمن قائمة فريق النادي الأهلي لمواجهة بورنهيا الساعة 7 إن شاء الله اليوم في احتفالية النادي الأهلي بدرع الدوري. وزي ما قلت إن في فرقة موسيقية هتحيي الحفل، شركة أو فرقة ديسكو مصر اسمها ديسكو، أنا ما أعرفهاش بصراحة يعني. إسلام صادق، إسلام صادق كأنه يعني جاي بيمثل فيلم سينما، ويقول لك أنا جاي أثير الجدل، يعني جاي أثير الجدل، بيقول لك إيه؟ الفارق الوحيد ما بين الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي يكمن، حلوة يكمن دي، اللغة العربية عندك حلوة، يكمن في أن جماهير النادي الأهلي تثق في لاعبيها رغم أنهم يعلمون أن فريقهم ليس الأفضل. طب ده تقول له إيه؟ يعني الفرق الوحيد أن جمهور الزمالك يعني لا يثق في فرقته رغم أن هم الأفضل وكسبوا النادي الأهلي في الآخر، في آخر مواجهة يعني. لكن جمهور النادي الأهلي رغم أنه عارف أن فرقته مش أحسن من الزمالك بس عنده ثقة في لاعبته. طب الزمة ده التاني تقول له ايه؟ يعني النهاردة النادي الاهلي بتتكلم عن احسن لعيبة في مصر، الزمالكاوية نفسهم. طب انا يا عم مش هرد، بس نكمل التوي ده، خلي اسماعيل يوسف اللي يرد عليك. قال لك اما جماهير الزمالك فلا تثق في لاعبيها ولا جوميز رغم ان فريقهم فاز في اخر مواجهة للقطبين وبلاعبين اقل في المستوى من الموجودين حاليا كمان، يعني الزمالك فاز على بلاعيبة مستواها اقل حاليا. تاني كابتن اسماعيل يوسف رد عليه الزملكاوي، قال لك ايه؟ سكواد الاهلي مكتمل. طب برنامج ابراهيم فايق كان مستضيف في القهوه بتاعته الكابتن اسماعيل يوسف، كابتن اسماعيل يوسف قال لك سكواد الاهلي مكتمل ومش عاجب الاهلاوي. امال احنا كزملكاويه نعمل ايه طيب؟ يعني واحد زملكاوي يا اسلام يا صاد نجم من نجوم الزمالك بيقول لك ان فرقتنا على الله حكايتها، يعني على الله حكايتها زي ما بيقولوا، يعني انت بتقول احسن انت يا عم انت. ونفرد له قا برنامج في قناه من بابها برنامج، ثم تتعاقد معه الشركه ويطلع مع سبزاري يحلل، ثم يطلع مش عارف مره مع فايق ولا يطلع مع حتحوت ويطلع، يا جدعان في ايه؟ هو السوق خلاص كده اي حد ما. يا جماعه في ايه؟ يا يعني جماعه احنا اعصابنا ربنا يسترها علينا، اللهم امين. اسامه حسن لاعب نادي الزمالك السابق، عارفين طبعا اسامه حسن وازماته وقلع ملط وهاجم الكابتن شوير وحكايات وحوارات، اليومين دول بقى قالب هو على نادي الزمالك. يعني الزمالك كسب بورنهيا، كسب الشرطه الكيني، اسف البوكس الكيني ولا البوليس الكيني، كسب الزمالك 2-1 هنا، وكان كسبان مجموع مباريات 3-1 وتأهل، والهدف اتحقق اللي هو الصعود لدور المجموعات في بطولة الكونفدرالية. ومع ذلك أسامة حسن نازل تقطيع في أنا مش فاهم يعني، يعني أنا مش عارف يعني. ممكن تطلع تقول والله الزمالك كسب رغم إن خطة المدير الفني في هذه المباراة يعني ما تغييرات وعملت مش عارف ايه، اتاخر تغييرات تشكيله مش عارف ايه، لعب فين مكان مين كده يعني. اتكلم لكن طالع بيتكلم لك اقسم بالله 8 شهور على المدير الفني بزيد، 8 شهور بلا بصمه، مدرب فاشل وجهاز افشل، لو كسبنا الاهلي ان شاء الله الاهلي هو اللي هيكسب باذن ربنا. لك هيبقى بمجهود اللعيبه ودعم من الجماهير فقط لا غير. جماهير مين؟ ما انت قلت على الجماهير ديت معظمهم او 90% منهم لجان، قلت انهم سابوا الموضوع يشتغلوا بقى، واللي يدفع واللي يعمل ويشد، انت بتتكلم انت مع مين؟ لكن الاهم بالنسبه لي ان اسامه حسن
أفشى وصرح وأعلن عن الذي أطلق عليه موضوع سرقة الموبايلات والساعات عنده جرأة برضه. وبعدين طلع بيقول لك اللي طلع عليا شائعة، هو بيقول هو بيعتبرها شائعة، هو شايف انها شائعة يعني. قال لك اللي طلع عليا شائعة سرقة الموبايلات والساعات هي اللجان الإلكترونية الخاصة بالنادي ده. يعني هو شايف ان اللجان النادي ده طلع عليه الكلام ده بدون، قال لك ايه؟ انا طلعت قلت ضمير مأنبني، يعني الناس اللي بيقولوا ان انا سرقت ساعات وسرقت موبايلات والكلام ده كله، هو بيقول ان انا مشيت معاهم يعني انا ضميري مأنبني يا جماعه، ها وعايز اعرف انا سرقت مين وخدت موبايلات من مين، ما حدش رد عليا. اتمنى في ناس طلعوا وقالوا، وقال لك احنا عاشرناه وشفناه، لدرجه ان البعض كمان منهم قال لك ايه انت ما تتحماش، وبعض منهم سماه عسل. يعني هتكلم بمنتهى الصراحه، محمد جوده لاعب النادي الاهلي السابق طلع عمل فيديو قال لك انا هتكلم عن عسوي، كنا بنسميه عسوي. فاتمنى يكون في حد عنده رد على اسامه حسن. لو ما فيش حد عنده رد نقفل الصفحه بقى ونتكلم كوره، والمفروض كده او كده نتكلم كوره، لكن اللي بدا اسامه حسن هو اللي خلاها بعيد عن الكوره خالص، دخل في قصه شبير وحياته الشخصيه ودخل فيها حاجات وكلامه، وطول الوقت بيهاجم النادي الاهلي على حاجات ملهاش اي اساس من الصح، والحكام والمش عارف كلام فارغ، فهو طلعها بره الملعب. زي ما معلق مباراه النادي الاهلي والبوليس الكيني خرج بره الملعب، خرج بره المباراه. طلع المعلق على ما اتذكر كان اسمه محمد الشاذلي تقريبا. محمد الشاذلي طلع قال لك ايه؟ بتمنى طلب يعني، اتمنى من اسره امين الشرطه المتوفي، طبعا انا بعيد عن قصه فتوح، انا ما اقصدش فتوح، اتمنى ان الموضوع يخلص لو الطرفين يبقوا او الطرف اللي بتاع اسره امين يكون متراضي باي شكل من الاشكال يعني، وربنا يفك كرب فتوح. يعني في الاخر الموضوع الثاني لحد موضوع القتل الخطا ده مش بيد حد، كل شيء وارد، ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم وليه كفاره يعني قتل، ومش قتل خطا مش اي حد معرض للقصه. موضوع التحليل والمخدرات والطب الشرعي ده اللي فيه خلاف وكلام بالنسبه لي، لكن في الاول وفي الاخر مباراه الزمالك والبوليس الكيني ومعلق يتحدث عن ما يراه في الملعب، ولو عايز تسرد لنا حاجات تاريخيه تبقى مرتبطه بمباريات الفريق او لاعبين في الفريق وهكذا، او مشوار الفريق سواء الدوري او اي حاجه مرتبطه بالكوره. لكن المعلق خرج بره السياق وطالب اسره امين الشرطه بالتصالح مع فتوح، ولم يعاقب اي شخص زملكاوي. الخضري لما كان كابتن او الدكتور طارق لادور لما يقول لك ايه اليوم الحلو، ايه ده لما النادي الاهلي سجل هدف، ايه اليوم الحلو، طلعت بالصدفه معاه، ازاي معلق ايه علق على المباريات فقط ما يعني، ومرتبطه بالكوره، راجل معلق صوته بيعلى مع الهدف مع هدنه مع هدنه، ازاي معلقين دول مش عارف ايه. دائما وابدا معظم المعلقين زي ايمن الكاشف، زي الكواليني، زي الدكتور يعني انا بحس، هو انا ما اعرفش مش متاكد، لكن انا بحس ان الدكتور طارق الادور اهلاوي يعني، كل دول ما بيعجبوش مثلا ناس زملكاويه زي الخضري احمد الخضري، ازاي؟ لكن لما مذيع او معلق مباراه يطلع يتكلم ويخرج بره السياق ويطالب واسره انها تتنازل وتتصالح معاه، طب في نفس السياق مفيش اعلامي وانت سعادتك ما كتبتش حتى على حسابك المعلق، حسابك مش هقول في تعليقك على مباراه، حسابك على السوشيال ميديا، اي حساب من حساباتك على السوشيال ميديا، ليه ما طلبتش من الشيب انه يتنازل عن قضيه حسين الشحات؟ ايه الفكره يعني؟ انا ما اعرفش هو زملكاوي ولا ايه محمد، ما اعرفش بصراحه. الزمالك يبدو ان ايمن الشريعي بيجهز زي ما بيقولوا شبكه جديده لصيد نادي الزمالك، او بينصب فخ او شرك ولا شرك، مثل الحمامه في الشرك، مهلا تمهل يا ملك واسمع انا اريد اسالك كيف انا وجعت بهواك مثل الحمامه في الشرك.
بجهاز ايمن الشرعي رئيس نادي الزمالك شارك جديد لكي يقع في نادي الزمالك. انا اعتبر الزمالك حمامه، حمامه بيضه بيضه رفت رفت فوق راس. ففي لاعب في نادي مدافع نادي ام الزمالك طبعا عايز يتعاقد مع مدافع، حاولوا مع اسامه جلال بيراميدز، بيراميدز عايز فلوس كتير، فك عايز فكوكه جنبه، فراحوا لنادي ام بي. ام بي بقى ماشي معاهم بمبدا انا ادفع في القريب العاجل حاجات بسيطه، لكن في البعيد الاجل يعني هتشوف مني حاجات ما شفتهاش من اي حد يعني. فالزمالك بيتعاقد ويتفاوض مع نادي ام بي مع احمد كالوشه بعد ما رفض بيراميدز التخلي عن اسامه جلال. هل ممكن يكون اضافه؟ سننتظر ونرى. ثروت سويده متكلم وقال لك ان الشركه الالمانيه مسؤوله عن اعداد الدوري وكاس مصر والرابطه، وما فيش حد هيتدخل في شغلها لان تعاملهم ما يكون مباشر مع الشركه المتحده والرابطه، ومش هيتم تاجيل اي مباراه. انا هستوقف في موضوع الشركه، ايه علاقه الشركه المتحده بجدول الدوري؟ انا ممكن اقول الشركه المتحده اللي هي واخده بس القناه، واتمنى ان ما يكونش حصري بس القناه، ممكن اقول انا عايز مباراه الساعه 9 او الساعه 7 او الساعه 4، لكن تحديد مواعيد وده الكلام يبقى مرتبط بالرابطه، الشركه المتحده تكلم الرابطه والرابطه تكلم الشركه، لكن ايه علاقه الشركه المتحده تاجل لي؟ ممكن الشركه بتقول اجل لي مباراه واعمل مباراه، يبقى احنا بنتاخر يا هريج. في النهايه شكرا على حسن متابعه حضراتكم، ودمتم في امان الله ورعايته، استغفرك ربي واتوب اليك، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. السلام عليكم ورحمه الله.